عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل. جيتكم اليوم بوصفة جديدة، وصفة بنينة، وصفة زمنية بنقاع الخابية وياسر بنينة. يلا تابعوا معايا وشوفوا المكونات متاعنا وطريقة التحضير. الوصفة متاعنا هي رفيس تونسي. المكونات متاعها سهلة: شامية، جلجلين معرج، سميد للي يحب متوسط، للي يحب خشن ومتوسط يجي مريق البيان، زبدة وإلا مارغرين، دقلة، تمر طري، وكاكاوية. الروسيت هذه ما هيش يعني نكيلوها بالجرام ولا، كل واحد وكيفاش يحب يعمل. المهم ماذا بيك الحاجات اللي باش تعملها مع السميد تكون نفس الكونتيتي بتاع السميد. المهم من هنا قشرنا الكاكاوية بعد ما عرجناها وزدنا، عرجنا 100 غرام لوز وهذوكم، و100 مليلتر زيت زيتونة، و120 مليلتر زبدة ذوبناها. ويلا نتعديو للتحضير متاعنا. السميد متاعنا يلزم نحطوه على نار هادية، وماذا بينا المقلة ما تكونش جبيدة، ما تكونش رهيفة، تكون مقلة خشينة باش ما يتحرقش. نبقاو نحركوا هكاك بالكدا 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 لين يولي احمر، لين يحمر معنا. وردوا بالكم ما تبعدوش عليه، خاطر اون فوا بدا يتحرق راهو في صافي تاعي يتحرق. شوفوه هاو يتبعوا معايا انا، بدا يحمر شويه شويه باش نكملوا. بطبيعتنا ما نعملوش كونتيتي كلها فرد مره في المقله، انا باش نعمل كونتيتي نتاع 500 غرام 600 غرام سميد متوسط، وباش نعرجو بالكدا بالكدا نطيبو على مرتي. وردوا بالكم طيبوه بالكدا بالكدا، خاطر الروسيت نتاعها ما تستحقش تطيب اكثر من انك تطيب السميد على النار. اكاهو باقي كله باش تخلطوا مع بعضه باش نرفسوه، هيك علاش هي اسمها رفيس. و يتكون هكا كل الكويرات مع بعضهم. وكاهو روسيت سهله، روسيت زمنيه. انا بدلت فيها حويجات، هما قبل كانوا يعملوها بالشهور، يعملوا لها شهور عقد وميتجي ميبسة شوية. أنا توا تبعوها معايا وشوفوها كيفاش باش نعملوها. حاسيلو البارتي الأولى متاع السميد صيت رجلته وطابت بالكدا، شوفوها كيفاش حمرت وما تحرقتش. حطيناها في البول متاعنا وباش نعملو البارتي الثانية. ولهنا مادام السميد متاعنا سخون نحطو عليه التمر متاعنا اللي مقصوص دي كوب جويديين، نجمو راهو زيت التمر نتاعكم تعجنوه. مين عملتو هكاكا بعد ما عملت اي سيت اول البارتي الثانيه نتاع السميد وهي سخونه، نحطوها هكاكا على التمر باش يطراو، ونبداو نحطو في الزيت الزيتون نتاعنا بشويه. حطينا شويه من الزيت الزيتونه ونبداو نحركو، مازالت سخونه ما نجمش نحط يدي. اي والكاكاوية نتاعنا واللوز معناه مكون كاسي اروشناهم، ما همش بودر كومبليتمون، وباش نحلو فوقهم الشاميه نتاعنا. شوفوا نتوما المكونات ياسر بنين مع بعضهم، ما يستحقوش الشحور. ما ننصحكم نصيحه واحده، حاولوا التمر نتاعكم يكون تري 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 لو ماكسيموم. لان كملنا حاطين المكونات الكل، جلجلين مع الشاميه مع الكاكاويه واللوز وكل شيء مع بعضه، وباش نصبوا باش نكملوا نصبوا شويه شويه زيت الزيتونه والزبده نتاعنا. هذه هي الروسيت نتاعنا، ما فيهاش تعقيدات ومش مربوطين بالحاجات اللي انا عملتهم الا بال يعني بالاوزان اللي انا وزنتهم، نو حتى طرف. المهم تكون كونتيتي سميد مقاربه شويه للكونتيتي نتاع الحاجات اللي باش تخلط بهم الكل، باش ما يجيكش السميد غالب البقيه. وحاولوا الدقله تكون بزيد باش خاطر هي اللي باش تعطيك العلك، ريت الدقله هي اللي باش تخليها تتكون وتولي لك كعبوره، باش ما تستحقش تعمل شحور. دونك يا رحيوه عجنوه بالكدا بالكدا، تنجمو حتى تعملوه بالبات المعجونه الحاضره. انا بصراحه نحبو مقصوص دي كوب، نحب هكا نحس وقت اللي ننتشها وناكلها نحس التمر. حسيلو تنجمو تعملو فيها اي فرويساك تحبوها، المهم حاولوا انكم ما تحطوش فيها سكر، ما تحطوش فيها شحور.
الشامية بطبيعتها حلوة برشا، والدقلة حلوة برشا برشا برشا. دونك تبدأ دقلة حلوة ومعسلة وطرية، راهي باش تكفي بالغرض وما تستحقش جملة باش تعمل شهور. حسيلو لنا خلطنا المكونات نتاعنا الكل، وانتم ما كتشوفوها توا هكاك تحسوها ماهيش شاده في بعضها، مي اون فوا هكا لصقتها شويه في بعضها بيديك راهي تشد روحها وامورها مليكه، ما تستحقش حتى شيء اخر. حسيلو حاولنا نبدلو فيها شوي، نحينا الشعور وباش نعملوها صحيه اكثر. ان شاء الله تكون عجبتكم، وان شاء الله تجربوها وترجعوا لي في لي كومونتير. والله انا علاش شجعت باش نعملها، انا نحب حاجات هكا يعني صحيين اكثر منهم، ما حالا فيها الشاميه سكري برشا، مي تتسمى مكوناتها البقيه بين كاكاويه مع جلجلين، ياسر طياره مع شويه اللوز. حاسيلو انا نحبها برشا، وهي راهي رسيطه قديمه 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 من عاداتنا القديمه، نعملوها قبل في العيد، نعملوها قبل رمضان. حاسيلو رسيت بنينة، ننصحكم باش تجربوها وان شاء الله تعجبكم. وبالنسبة للديكوراسيون نورمالمون تحطوهم في كاسات يجوا مزيانين ومرتبين خير، انا عملت عادي جوست هكاك وبر. وإلا تنجبوا الحشوة متاعنا، مش الحشوة، السميد ولا اللي معاه الكل تحطوه في حاجة وتبسطوه بالكدا بالكدا، ترصوه بحاجة وتشكلوه حتى باللي هيك بلي شكلوا بهم السابلي وإلا الحمصية وإلا يتشكلوا يعطيوك الشكل اللي تحب عليه ويجيو حلوين برشا. هذه أسهل طريقة أنا شفتها. صحيح الديكوراسيون لازمة ما يزيد البنة تخليك تاكل من غير ما تشعر، ما نعرفش أكيد فما برشا يعرفوها، مي في نفس الوقت ما شكون يعرفيش، خاطر لهنا في قرقنا ما يعرفوهاش الوصفه هذه جمله. انا كي عطيت لحمتي منها تعملي شنو هذه كعبر نتاع شنو، عجبتها برشا وديريكت قالت لي لازمني نعمل منها. حاسيلو هذه هي بطريقتي، ان شاء الله تعجبكم. فما برشا طرق يعملوها بها، فما برشا بلايص يعرفوها بالكدا، فما برشا بلايص ما يعرفوهاش. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه نتاعي، وان شاء الله في وصفه جديده. وما بقى لي توا كي باش نخليكم تتفرجوا على المنظر الحلو، نودكم منشهيكم كعيبات صحيين بنين يعملوا 66 كيف، جربوهم ورجعوا لي في لي كومنتير. وبسلامه.